هم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم الحصة تاعنا اليوم اللي غادي نتكلموا على باير مينيخ، نجاح باير مينيخ. لازم يسمعوا هذو ديزونسي جوار والتناحر ما بيناتهم، تشوفوا في المولودية وهران ولا في مولودية الجزائر ولا في شباب قسنطينة، ولا تشوف تناحر على بالك راسك يضرك على بالك. ناس كيفاش متناحرين بيناتهم، وتشوف كيفاش الناس تخدم من أجل حب النادي، حب تشوف كيفاش بايرن مينيخ ما تشوفش تاري مينيغي ولا ماتيوس ولا يقول لك راهو في عايش في عزله ولا ما كاش. هذه ناس تخدم يحوسوا النجاح، حب النادي ويامنوا بالنجاح، ما يحاربوش النجاح، ما يحاربوش. انا يحارب لك النجاح هنايا، هنايا هنا بالشيخ 2017 هذا لونترينر كان يدرب ليكادي في لمسيه، كانوا ناجحين ليكادي، كانوا ناجحين باش يخسر لهم الكارير، باش يخسر لهم ريسانهم. كانوا في كار دو فينال كوب دالجيري، ما بين الميتو والميتو خرجوا بريمير ميتو، خرجوا رابحين 2-0. دخل عندهم بالشيخ د الماك قال لهم لي منا مشي من لا ريجيون ينجم يقلع دوزيام ميتو، ميكملو كملو 3-2، خسروا 3-2. هذه قالها لي لاعب غيليزاني كيلعب في المولودية، وقالها لي لونترينير هذا اللي راه في فرنسا راه مكون ذروك في وين، في لي في في الأخرى في مارسي، راه مكون في مارسي، هو من الحراش وكان يخدم في المولودية. طردهم هذا بالشيخ حارب قاري، هذا لعب نقولوا زعما كيلعب، وصل جينيور وقرا على الرياضة، خرج نجح مدرب. اما لا بالشيخ طردهم، الناس قاريين طردهم، راح جاب دي زونترينير وين قال لهم انا جبت الناس اللي تخدم وطرد صحاب تشيبا. هو لا بالعكس، هو كسها تصيبها صح. وين هذا لونترينير اللي راه ضربك في ليون في مارسي، وين قال لي نهار اللي زاتشي ولاو في الفيسبوك زاتشي جاب 6 لاعبين شباب زاتشي، قال لي هذو ما نعرفهمش في مارسي بصح ما نسمعش بيهم. قلت له كي، قال لي لا، قال لي دوك نرسل لك مواهب صح جزائريين صح اللي راه يتحوس بيه تخطفهم من دروك البارسا الريال ارسنال الاخر بيخفوهم من الدم الصغار يدوهم. قال لي اللي يكون كبار باو يدوهم، قال لي دوك نسلم لك دروك رانا نشوف فيهم بصح الاسماوات اللي قالنا عليهم زاتشي مكاش كاع، اللي شافهم زاتشي مكاش كاع. زاتشي يحوس يجيب لاعبين كيما المستوى تاع بارادو في طوع، يبانوا تاع بارادو خير منهم. هذه هي خدمتهم. نجاح باير مينيخ هي ثقة النادي والجدية في التسيير، وإن عقلوا كيفاش أقيل لونترينير تاعهم، لكن إدارة باير مينيخ لم تتسرع لجلب مدرب، بل أعطت الثقة للمساعد بعد بداية صعبة تلتها مرحلة موافقة قرار مسير النادي التعاقد مع مدرب كمدرب رئيسي، والنتيجة اليوم عودة الباير أقوى ما كان عليه في الظروف الصعبة للجميع. الألمان يفكرون يدوا من الأخطاء تاعهم، أخطاء ويرجعوا للدروس، لأن مسيرين معظمهم لاعبين قدماء وقاريين قراوا على التسيير، ميكملوا ماشي قدماء وصايك راحوا قراوا على التسيير. تروح عند الريمينيكي تسيب عنده لي ديبلوم في التسيير في التدريب، منا تصيب ريباش ولا تصيب ماتيوس ولا تصيب منا، ما تصيبهمش يهضروا في بعضهم بعض. العمل الخدمه داي داي ماي ماي برك، هذا مكان وين هاد القدماء يحبون الفريق ويخدمونه بجد. هي ثقه النادي وثقه التسيير، لن تجد ابدا لاعبين امثال ماتيوس يشتكي العزله لان زملائه السابقون هيناس او كارل او ريمينيغي يعمل في النادي. القلوب النقيه تخفق للالوان النادي بدون مصلحه وحقد والغل، هذا كله يعطيك مسيرين مكونين في شتى الميادين لا يهمهم شيئا سوى البقاء في القمه والعمل بنزاهه. هم ببساطه لا يحاربون النجاح، بل يعملون ويصبرون للعمل الاحسن لمحاربه الارتقاء، لمحاربة لأجل الارتقاء، لأنهم يعلمون علما يقين أن التكسير أو تقزيم
العمل الناجح لن يعود بالفائدة أبدا، لا علميا ولا على ناديهم أو حتى على مؤسستهم ووطنهم. يعني ما يحاربوش النجاح. احنا عندنا هنا يا صابو واحد بيصنع المكون الغذائي ولا النووي يهدر فيه. يا ربي يا النووي ولا يهدر في واحد في 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 دكتور النووي ولا يهدر. تصيب واحد ما يعرفش يكتب اسمه يهدر في بوناطيرو، تصيب واحد ما يعرفش يكتب اسمه يهدر في بوناطيرو. النووي ولا يهدر في ذاك الطبيب اللي بايتي يخمم طاب طاب صنع الاخر مكون الغذاء مكمل الغذائي. شادروا الاتراك راح للترك حلوه طاوه كاع ضروك. حنا رانا نقولوا اللي يجي رايح للطرق نقولوا برحمة الوالدين جيب لي واحدة ولا زوج. كانوا يحاربوا فيه خاطش عليه ماماهم فرنسا هي اللي تبيع لنا الدواء، تبيع لنا الطروازيام شوا باريستامول. انا يا معلي راسي كلش نضرب ديفون، نتوما شتو في يومين ولا تضرب باريستامول فلاشة كاملة تاع باريستامول ضربها ما ادلك والو. وكي يجيبوا لك من فرنسا يجيبوا لك بلاكيطه تضرب حبه تنسى باللي كان سطفي راسك. انا عندي بروبليم في ظهري وين تشوف واحد الكاشي دي غاليه هنا دير هنا دير 190000 جابوها لي من فرنسا. يا هنا يا دير 190000 يا انت يا تاكلها يزيد عليك السطر. يا هي غير ماركه غير وحده يجيبوا لك نتاع فرنسا تضرب حبه علاه يرسلوا لك هنا باش يمرضوك. انا يرسلوا لك الجير الجبس مصنوعه بالجبس تضربها. انا طبيب هنا فين بغى يصنع الدواء هردوه النووي ولا يعاير فيه. هنا كي تنجح تصيب واحد مهرج يعاير فيه عالم هنا تنجح ما غاديش تنجح. هنا نقولها لكم ونعاودها لكم. هنا في تجلس واحد سمو شمومه نور الدين راه في الالمان دروك هو هذا يخدم تخرج يخدم تما اختصاص تاعو لي بارات تاع الماء. قدم الدوسيه تاعو هنا حاوزوه يروح للالمان استقبلوه امنوا به ما حاربوش. شا يديروا من بعد الجزائر 2006 بغات دير لي بارات تاعها لهنا بغات دير البراجات تبني البراجات. شكون اللي جا ولا مسؤول الالمان رسلاتو مسؤول العمال مسؤول البراجات هو اللي صوندي يشوف الارض يشوف منا شكون هو السي شموما نور الدين في طول خلاوه هنايا يخدم حاوزو راح الالمان. الالمان شنو دير ولا هي رسلاتو هو يصوندي يشوف تاع تريسينكي سموه الشارب تاع تريسينكي. هذا قال لي ما تقولش انك تاعي صح ساكن يسكن في كليرمون فيرون تاع تريسينكي تاع تريسينكي تاع لي ماشين الكبار من عين تادلس ما قبلوش هنا بالسوناغاز باش يشوف الكونتينات وما قبلوش. دار فيزا راح لفرنسا ولاو من يبغوا يخدموا لي ماشين الكبار في البور ولا لي ماشين الكبار هذا مسيو الشارف ولا يجي هو اللي هنا اللي ريقل وهنا في تادلس تاع الكونتيرات باش يمشي مسكين يقيل يجري يشوف الكونتيرات ما قبلوش. قالوا له لا قالوا له لا ما قبلوش. كي راح لفرنسا قبلوه دار فيزا تاعو راح بالناطا ولا هو تكنيسيان سيبيريال هو فرنسا ترسله يجي هنا الجزائر هو اللي يقل لي ماشين الكبار تاع الدوله في البور وكلش هو يمرئ هو اللي يقلهم. اي الواحد تفهم انت تفهم شو كيفاش كانوا يحاربوا في الرجال كانوا يحاربوا في الناس مصلحين. خلاونا قال لك لازم والو الخدام لازم نطردوه ولا يهبل يا يطرد يا يهبل زو صوالح زو صوالح تهبل تطرد تهرب هذه هي النووي ولا شو لي زالمون. قال لك في قال او في قال مجالات ما يحقلك ما والو يتبعك تخدم تخدم زي الكاس تخدم ديك الكاس اغلى ماتيير يخدم لي خير منها. خدم لي لازم كي يكون عامر يشعل الضوء كي يكون خاوي يشعل لك حل. لا هنايا نوي
يعاير في الرغد، دروك يلعبها يربدها جوش دروات النوي، انا بدها جوش دروات،